في الأثناء بدأت كامالا هاريس جولة انتخابية في ولاية بنسلفانيا عشية المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي، والذي سيسميها رسميا مرشحته للانتخابات الرئاسية. وإلى شيكاغو يتدفق أيضا عشرات الآلاف هذا الأسبوع لحضور المؤتمر الوطني الديمقراطي وسط تعزيزات أمنية مشددة. يستعد أيضا المؤتمر الوطني الديمقراطي لاستقبال 50,000 شخص. ولم ينشر الحزب الديمقراطي أيضا تفاصيل كثيرة عن جدول الأعمال. للمزيد تنضم إلينا من شيكاغو مديرة مكتب الشرق هبة نصر. أهلا بك هبة، ماذا ننتظر في شيكاغو وكيف هي الاستعدادات للمؤتمر الديمقراطي؟ هو لم ينشر الكثير الحزب الديمقراطي تفاصيل عن جدول الأعمال، ولكن ربما لديك أنت جدول الأعمال كونك يعني أنت هبة نصر. هديل، سأعود إلى بداية سؤالك، ما الذي ننتظره؟ لا أحد يعرف ما الذي ننتظره، لأنه يعني على مدى الأسابيع الماضية وكأنه فيلم سينمائي هنا في الولايات المتحدة. منذ 27 من يونيو حتى هذه اللحظة، منذ موعد المناظرة بين ترامب وبايدن، رأينا كيف تطورت الأمور بشكل دراماتيكي. أولا على مدى أسابيع كانت هناك هجمات أو إلى حد ما يعني انتقادات كبيرة إذا لم نسميها هجمات من قبل الحزب الديمقراطي لبايدن، وضغط دفعه إلى الانسحاب في 21 من يوليو. في ذلك التوقيت وفي تلك الأسابيع كانت كل استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم دونالد ترامب. طبعا في 21 من يوليو بعد انسحاب بايدن، الذي كان يفترض أن يتوج هنا في هذا المكان يوم الخميس المقبل كمرشح الحزب الديمقراطي على بطاقة السباق إلى البيت الأبيض على أن تكون كمالا هاريس نائبته، إلا أن الموعد المشهد تبدل، انسحب هو في 21 من يوليو ودعم كمالا هاريس لتكون هي مرشحة الحزب، ولقيت هي بدورها دعما كبيرا من المانحين ومن القواعد السياسية أقول داخل الحزب الديمقراطي، لأننا لم نرى انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي. ثم اختارت تيم وولز حاكم ولاية مينيسوتا، إذن بالتالي تغير المشهد بشكل دراماتيكي. هديل، يفترض أن يأتي جو بايدن غدا إلى هنا إلى شيكاغو، سيلقي كلمة على هذا المسرح غدا، كلمة تفتتح يعني الحزب الديمقراطي بعد ما سيسمي الحزب أو المندوبين القرابة 5,000 يعني غدا سيسمون على هذه المقاعد كمالا هاريس المرشحة الرسمية للحزب. سيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا المسرح في كلمة يقول المراقبون إنها بدلا من أنها كانت ستكون خطاب التتويج يوم الخميس، ستكون بمشهد يشبه مشهد وداعي الحزب الديمقراطي، ويترقبه الجميع وليعرفون ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيستطيع أن يقدم المزيد من الدعم أو جرعة دعم إضافية لكمالا هاريس في خطابه بالأمس. هاريس ستقدم خطاب القبول هديل يوم الخميس المقبل، لكن بين الاثنين ستكون هناك كلمات لرؤساء آخرين، بيل كلينتون وباراك أوباما أبرزهم. نعم. طيب هبة، ماذا عن مستويات التأمين لا سيما بعد حادثة ترامب؟ هل ألقت بظلالها على بعض الإجراءات الأمنية؟ ليس فقط مسألة ترامب هي التي دفعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية هديل. أنت تعرفين ما الذي يظلله، ما الذي تظلله حرب غزة هنا في فعاليات هذا المؤتمر. بالطبع عنصر محاولة اغتيال ترامب لا بالتأكيد أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر، لكن بنفس الوقت هناك عشرات الآلاف ممن يتوقع أن يتظاهرون على مسافة قريبة من هذا المركز، من يونايتد سنتر، هم من الديمقراطيين، هم يعارضون سياسة الحزب الديمقراطي وبرنامجه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بالشرق الأوسط والحرب في غزة. هؤلاء يتوقع أن يدفعوا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، أو أنهم دفعوا بشكل كبير إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في شيكاغو في محيط هذا المكان، وأيضا أعادوا إلى الذاكرة ما كانت شهدته هذه المدينة. هذه المدينة هديل في العام 1968 شهدت أيضا مشهدا مماثلا لما قد نراه، أو ما يعني هناك خوف من تكراره خلال الأيام المقبلة، وخوف من إمكانية حصول عنف، ما استدعى
تحقيق توصية أمنية لبعض أعضاء الديمقراطيين بحجز فنادق ليس تحت أسمائهم المباشرة. أشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية هبة، نتمنى لك التوفيق إذن في هذه التغطية. كنت معنا من شيكاغو مديرة مكتب الشرق هبة ناصر، شكرا جزيلا لك.